لو بتدور على برنامج يساعدك بالذكاء الاصطناعي في عمل فيديوهات فتعالى كده اقول لك على بيج فيو. البرنامج ده فيه مجموعه من المميزات بالذكاء الاصطناعي واهمها بالنسبه لي هو الكابشنز، والفكره فيه ببساطه انه هيعمل لك زي برنامج كابشنز اي اي ده، واللي موجود ومكلف جدا على الايفون فقط ومش متاح للاندرويد، وهو انه وانت بتتكلم يحول الكلام بتاعك الى تكست زي ما انت شايف كده باشكال مختلفه. ده غير مجموعه من المميزات الثانيه زي ان هو يكتب لك سكريبت زي شات جي بي تي ويعرض لك على شاشة الموبايل السكريبت بتاعك علشان تقراه وانت بتتكلم للكاميرا. ده غير مجموعة من المميزات التانية الكتير جدا، منها اللايف ستريمينج او انك تعمل بث مباشر وحاجات تانية كتير. الفكرة بقى ان انت بدل ما تدفع سنويا او شهريا لبرنامج، انت ممكن دلوقتي تحصل على برنامج زي بيج فيو ده باشتراك واحد مدى الحياة. وطبعا في عدد من الخطط اللي ممكن تناسب كل حد على حسب استخدامه. هنا مثلا في خطة بأقل من $70 مدى الحياة، بتدفع مرة واحدة وتستخدمه مدى الحياة، وبيكون معاك 5 يوزرز، يعني 5 اشخاص كل شخص يقدر يستخدم او يفتح جهازين. طبعا تقدر تستخدمه على الويب وتقدر كمان تستخدمه من خلال الموبايل. فتخيل ان كل شخص مثلا ممكن يدفع $13 او حاجة ويستخدم هذا البرنامج مدى الحياه. حاجه من الحاجات برضو اللي احنا ممكن نعملها من خلال القناه هنا هي ان احنا نجمع اكتر من حد حابين يشتركوا مع بعض في البرنامج، فممكن تكتب تعليق تحت او تدخل على جروب التليجرام وتكتب ان انت عايز تشترك في برنامج معين وبتبحث عن ناس يشتركوا معاك، واحنا ان شاء الله هنحاول نوصلكم ببعض. طبعا العرض ده متاح فقط لمده 3 ايام كمان، فحاول انك تستفيد منه. وعايز اكد على حاجه، ان انت اي برنامج بتشتريه من على ابسومو بيكون عندك ضمان 60 يوم، يعني لو البرنامج ما عجبكش او ما كانش مفيد بالنسبه لك بتقدر خلال 60 يوم دول ترجعه وتاخد المبلغ بتاعك كامل. انا حسام الدين حسن ودي قناه ايبرنيرز، القناه هتساعدك تعرف كل ما هو جديد في مجال التكنولوجي بشكل عام والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي على وجه الخصوص. واحنا دلوقتي بمناسبه السومو داي ديلز في مجموعه كبيره جدا من البرامج المتاحه بالذكاء الاصطناعي اللي ممكن تستفيد منها في حياتك بشكل عام، فاحنا بنحاول نعمل فيديوهات سريعه كده تقول لك الفيديو او تقول لك البرنامج وازاي تستفيد منه والسعر بتاعه. فلو ده ممكن يكون مفيد ليك انزل تحت هتلاقي رابط، تدخل هنا تشوف كده البرامج وتشوف ايه اللي ممكن يكون مفيد بالنسبه لك، ولو عايز برنامج بيعمل حاجه معينه اكتب لي تحت في التعليقات.